مشاهدينا مكملين معكم وضيفتي بهالفكرة ريما صليبة رئيسة جمعية نضال. بدنا بحكي انا وياك ريما، كلمة نضال بحد ذاتها بتعطي هيك قوة واندفاع وهيك بتفتح آفاق كتير كبيرة. نضال، نضال ضد شو؟ هي هو قرار بالمواجهة. نعم. قرار بالدخول بالشيء للآخر، يعني بتحطي هدف قدامك. صح. بدك توصلي له، بدك تناضلي كرماله. بالنهاية الحياة هي كلها نضال، مراحل متتابعة من النضال حسب أنت شو خيارك بالحياة، شو هدفك. نضال لأجل إنسان، جمعيته أنا بمجال حقوق الإنسان حديثة التأسيس، هيدي السنة الرابعة لنا. أخذنا على عاتقنا منذ بدء تأسيس الجمعية، فتحنا ملف السجون لأنه بنعتبره ملف كتير شائك. نعم. وبعدنا لحد اليوم كل ما بنكتشف شيء جديد بعقد بهذا الملف بنتفاجأ قديش الظلم كبير واقع على هيدول المساجين، قديه محطوطين بظروف ما بتليق بأي إنسان يكون. وهلأ صاروا مقطوعين من الدواء ومن هلأ وصولاً للكارثة الكبيرة. هلأ حياتهم يلي هي بخطر اليوم لأنه ما في أدوية مزمنة للحالات يلي هي بتستدعي يكونوا عم بيتابعوا، ما في علاج مستمر، ما في عم بيقدروا يفوتوا على مستشفيات. في حالات بتستدعي عمليات طارئة، دخول مش عم بيكون تساوي مع نص الشعب، مع نص الشعب، اللي صحيح مع فرق واحد بس. هو انه يمكن برا اذا نحن بنوقف بالشارع ومنصرخ، منروح مندق الابواب منقول لهم حدا يساعدنا. صح. حدا جوا ما في حدا يحكي عنهم غير يلي بيفوت وبيشوف هن كيف عايشين. بحس المسؤولية كبيرة عليه يطلع ويعمل اي شيء ليوصل صوتهم لشوي يجرب يعطيهم المينيموم من حقوقهم وينصفهم. نعم. في 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 ظلم بموضوع السجون صحيح كتير كبير، عدم البت بالطلبات، يعني بفوتوا ما بيعرفوا اي متى بيمرق طلبهم. لكن يعني في هو الموضوع صار قرار بايد الدوله. الدوله بدها تنصف الانسان، بدها ترد له كرامته، سجين ولا غير سجين هي اللي بتبلش تشتغل على انه ترد له حقوقه. كيف هيدا السجين يلي عايش جوا بظروف ما حدا بيتخيلها، يعني محروم من كل شيء، اخطا وعمل جنحه او جريمه، ولكن هذا ما بيستدعي ولا بيعطينا الحق ابدا انه نحن نحطه بهيدي الظروف، بلا اكل نظيف، بلا مي نظيف، نايمين فوق بعضهم، ما في حدا يطلع عليهم، ما في ادويه ياخذوها، ما في حدا عم بيتابع لهم ملفاتهم، ما في قضاة ومحامين عم بيقدروا ينزلوا ويشتغلوا الشغل اللي لازم يكونوا عم يعملوه. تسريع المحاكمات هو اليوم مطلب اساسي بينصف المساجين وبيرد لهم حقوقهم. شو طيب شو موقفهم للقضاة والمحامين؟ يعني هلا شفنا صرخة القضاة من فترة ونادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى به إنه وصلوا لمرحلة ما بقى في كهرباء وما بقى في مي بقلب قصور العدل، يعني عملوا اعتكاف وقعدوا ببيوتهم، ما بقى ننزل غير ما تنرد كرامتنا. يعني بوقت نحن بنعتبر إنه معهم حق بكل يلي هن عم بيقولوه، ولكن ما فيهم يكونوا عم بيحملوا ضميرهم. في بين إيديهم ملفات لآلاف من المساجين ومن الموقوفين. نحن بلبنان عندنا حوالي 9000 موقوف، بين موقوف وسجين. عندنا المحكومين ثلث، عندنا الموقوفين ثلثين. يعني في عالم متروكين جوا مش ملفات. يعني قد ايه اليوم ضروري ينزلوا القضاة يحطوا كل شيء على جنب، والمحامين يكونوا عم بيسرعوا ببت ملفاتهم لنكون عم نطلعهم. مش حجه انه ما في كهرباء، ما لا لا، كلنا قاعدين كلنا قاعدين بلا كهرباء كلنا قاعدين بلا تدفئه. عم بيقولوا ما في ماي بالحمامات. يعني معلش بنشد على حالنا شوي، مثل بقيه الكل بنعمل المينيموم من ضميرنا. هذا اللي مطلوب منهم. يعني اليوم بصوره كثير مستعجله مطلوب من وزاره الصحه اليوم تستدرك هيدي الكارثه على ابواب السجون وتلاقي حل جذري لموضوع المساجين يلي هن بحاجه لعمليه طارئه. والا بعد فتره كثير قليله رح نبلش نسمع بحالات عم تتوفى بالسجون لانه كانت بدها عمليات طارئه، قلب مفتوح وغير قلب مفتوح. اليوم ما بينتركوا الادويه المزمنه، ادويه قلب، ادويه سكري، يعني ودي ما بينتركوا. نحن بنعرف من حالنا ومن اهالينا ما بينتركوا هيدي الناس. عشان هيك المسؤوليه كثير كبيره بغض النظر الانهيار اللي نحن عايشين فيه. المساجين جوا هن بيضلوا اولويه لو شو ما صار. بدي افتح بارانتيز صغيره عن كل المساعدات الطبيه يلي عم توصل من برا لجمعيات بلبنان، لانه اعتبروا يلي عم يبعثوا انه الدوله ما بتستحق انه ياخذوا، عم يبعثوا لجمعيات.
ما فيكم تتواصلوا معهم؟ جربنا نتواصل معهم، نوعية المساعدات يلي بتجي عم تجي أدوية، قدرنا ناخد كمية من فترة، عدنا نعمل عملنا حملة كمان لأدوية مزمنة لطبابة سجن رومية، لغير طبابة سجن زحلة. هلأ عم نأمن يلي محل فيه كتير ابتزاز من المساجين، عم بيكون في قطع للمساعدات، عم بيكون في مستشفى ميداني ولكن ما بيغطي الحالات الطارئة. يعني عملية قلب مفتوح عم بيقولوا لنا بتكلف لسجين 7500 دولار، بدهم اياها فريش دولار. اليوم دولار مش موجود، يعني مع نحن مع العالم يلي برات السجن مش موجود. كيف ولو اهالي السجين بالمستشفيات الحكوميه؟ ولا بالمستشفيات الحكومه عليها دور كبير اليوم، يعني واقفه موقف المتفرج. امبارح وزير للأسف. الصحه اكتفى بانه يذكر بالبيان يلي طلع من وزاره الصحه ويلي بيفرض على المستشفيات الحكوميه تكون هي مجبوره تستقبل المساجين، بس هيدا بيبقى حبر على ورق. في اليوم خطوات عمليه لازم تنزل، لازم ينزلوا يجبرون على انه يرجعوا يفتحوا المستشفيات ويستقبلوا هيدي الحياه كثير طارئه، ويشتغلوا على انه خلصوا حياة هذا الإنسان مين ما كان يكون، يعني بغض النظر إذا سجين أو غير سجين. يعني هلأ أكثر من أي وقت نحن بحاجة للمستشفيات الحكومية يلي هي كمان بيجيها مساعدات كتير من برا. كان عندهم 4 سنين يعني عن جد عم يبعثوا لهم حتى يأهلون أكثر، لأنه للأسف بتشوفي أنه مهملين صحيح. المستشفيات الحكوميه من كل النواحي من زمان مش من هلا، يعني من زمان مش من هلا، بس هلا بطل الوضع مثل قبل. يعني يعني هلأ ضروري هلا يكونوا هن الدور الاساسي اللي عم يلعبوا، مش بس عفوا للمساجين ولكن لكل الشعب اللبناني. هيك اليوم التعويل على وزاره الصحه كثير كبيره، مش مقبول اللي الرد اللي اجى هذيك المره من وزاره الصحه انه تكتفي بالتذكير، عم تذكر المستشفيات بضروره استقبالهم. لا، بدك تنزل وتعمل خطوات يعني بدك تنزل تسكر تهدديهم تسكريهم تحت طائلة المسؤولية غصب عنهم، بدهم يستقبلون في حياة إنسان بغض النظر. وهيدي الدولة مسؤولة عن شعبها، عن المواطنين وعن المقيمين على أرضها، سجين أو غير سجين. صح صح. بالتوازن احنا كجمعية قدمنا 3 اقتراحات قوانين خلال كتلة لقاء ديمقراطي بتنصف المساجين اليوم، شوي بترد لهم من حقوقهم، شوي بتخفف من الاكتظاظ. هيدا مطلوب كمان من مجلس النيابة اليوم يكون عم بيشتغل على تطبيق واعلان هدول القوانين يلي من شأنها انه تخفف من الاكتظاظ وتنصف وتخلص حياة الناس كمان من السجون. طبعا يعني بالنهاية انسان هي بالمية مثل ما قلتي اخطأوا، الحق بالحياة هو اهم حق يعلو ولا يعلى عليه. اكيد. وخلينا نروح على الملف اللي بنفس بعتقد الأهمية كمان، موضوع الأطفال وعمالة الأطفال يلي هو كان مفروض يكون مشروعكم بالتوازي مع السجون، بس بسبب الظروف يلي مرقت شوي أخرتوا فيه. خبريني شوي عن مشروعكم. 2019 كانت فرصة لنفتح لمؤتمر كجمعية، نفتح ملف واقع الأطفال العاملين بلبنان. نعم. شو هن عم بيعانوا، مين لازم، مين المسؤول عن هذا الموضوع، وكيف ممكن نحد ونسحبهم من الشارع، وين ممكن نحطهم وشو البدائل. كان المفروض انه يتبلش مشروع بالتنسيق مع وزاره التربيه، وزاره الصناعه، وزاره العمل، كل الوزارات الشؤون الاجتماعيه المعنيين بملف الاطفال العاملين. استأجت الثورة 17 تشرين مثل ما بنعرف بال 2019 دغري بعد المؤتمر يلي عملناه، اجت استقالة الحكومة، ما عاد فينا نتواصل مع أي وزير من اللي كانوا عايتيننا وعود إنه ممكن نكون عم نشتغل، اجت أزمة كورونا وتداعياتها والحجر الصحي خلتنا نوقف عن هذا الموضوع، رجعنا استدركنا وعم ندق أبواب. اليوم بطلت أولوية اليوم ملف الأطفال العاملين عند ولا وزير، يعني حتى يعني بتحكيهم بالشارع بيقولوا لك أنت بشو عم تحكي، ما عليه بيطولوا بالهم شوي، بدنا نشوف كيف بدنا نطلع من الانهيار، بدنا نشوف كيف بدنا ننزل الدولار، بدنا نشوف. يعني انا اوكي كل هيدول مهمين، ولكن بس الاطفال عم باراليل ما عم بيشوفوا شو عم بيصير 100%. اليوم الاطفال والشباب هن لقدام 100%. يعني اذا ما هن كانوا متينين هلا مين بده يبقى بعدين بالوطن؟ 100%. يعني انتوا لمين عم تبنوا؟ على مين عم تشوفوا شو بدكم تعملوا؟ الاهل الكبار خلص خلصنا. يعني هي لقدام بال 2019 كان عندنا 100,000 طفل موجود بسوق العمل بالشارع. 2019 بعد الازمه وتداعياتها بنكتشف انه اليوم صار مضروب ب 200 وب 300 وب 400 الاعداد. بطلت بس فقط النسبه كبيره من النازحين السوريين، صار في نسبه كبيره من الاطفال اللبنانيين موجودين بسوق العمل. صحيح. الوضع الاقتصادي اللي اجى على الاهل، اليوم في اهل طلعوا اولادهم من المدرسه ينزلون على سوق العمل ليساعدون بانه يطلعوا مصاري ليقدروا يصرفوا. في اطفال عم نتفاجئ منهم
اليوم القرار هن اللي أخذوه بترك المدرسة والنزلة على سوق العمل، لأنه هن بيقولوا لك بي بطل قادر يكمل، نحن مضطرين نساعده. يعني هو أطفال، ما فيك ما توقفي وتأدي لهم تحية، يعني بشو عم بفكروا يتعاطى معك كأنه رجال كبير، وأنه هو بده مسؤول عن أمه ومسؤول عن إخواته الصغار وبده يطعميهم. يعني هيدي ظاهرة كتير بتخوف، لأنه الأطفال هن مستقبل لبنان ومستقبل أي بلد. كيف أنت عم بتأسسي معه من هو صغير؟ كيف رح تلاقيه بعد 10 سنين؟ خلينا نشوف فيديو حضرته حضرتكم كجمعية عن الأطفال العاملين. من الصبح لعشية إلا بقلي معلم فيلم. عبد، قد ايه بتاخد مصاري؟ قد ايه بتطلع مصاري من الشغل؟ حسب. حسب شو؟ 20 حسب الشغل، 20 10 5. شو بتعمل فيها المصاري؟ بودين أهلي. لو ما كنت موجود اليوم، عم مضطر تشتغل انت اليوم، هو وين كنت بتفكر انت تكون موجود؟ بروح المدرسه بتعلم وبلعب مع رفقاتي. ما بحب تشتري لعبه؟ لا، لانه ما معي وقت بلعب. نبتت بين أصابعه النار، طفل يكتب فوق جدار، طفل نبتت بين أصابعه النار، طفل يكتب فوق جدار، طفل نبتت بين أصابع. يعني ريما، للأسف فيديو بحزن كتير. بتشوفي أنه أولاد، كنت عم بتقولي لي، عندهم عزة نفس رهيبة. صحيح. من عمر كتير صغير مسؤولين، بيعتبروا حالهم أنه هن بدهم يعيلوا عائلتهم. كنت عم تقولي لي كان عم يشكي أنه أيام صاحب العمل وعده بمبلغ ومعطيه، عم يبكي. قلت له ليش عم تبكي؟ قال ضحك عليه صاحب العمل وشغله 4 أيام وما عطاه مصاري. قلت له قديش كان لازم يعطيك؟ وعم يبكي. قال لي 10,000.
قلت له يعني بالنهار؟ قال لي لا، الاربع ايام 10,000. قلت له شو بدك تعمل كنت بال 10,000 لو اعطاك اياهم؟ قال لي بدي اجيب ربطه خبز، كيف شو بدي اعمل؟ عم بقول لي اعمل استئناف، انت شو عم تساليني يعني؟ اكيد بدي اجيب ربطه خبز. عن جد يعني بتاسفي للاستغلال يلي صحيح. عم بيصير. نحن بوضع كان مفروض يكون تضامن كامل بين الشعب اللبناني كله، بس بتلاقي انه الكل ناطرين مين بيقدر بعضهم ياكل الثاني اكثر. خدم من التجار للاسف يعني كلهم صاروا مافيا. كلهم هن التجار، هن الصيدليات، هن المحلات، التكاكين الصغيره ما بقى فيك يعني بدك تشتري من عنده جالون المي بده يطلع منك زياده، ولا ممكن صارت. هذا فن يعني، مين بيتشاطر على الثاني. بالعوده لموضوع الاطفال العاملين، من هون اجى اهميه انه نبلش بالمشروع لو بدون حاليا التنسيق مع الوزارات المعنيه. تبنينا نحن كجمعيه نكون عم ناخذ على عاتقنا كبدايه 10 اطفال عاملين لبنانيين وغير لبنانيين موجودين بسوق العمل. بلشنا بانه استقطبناهم على مركز للجمعيه، وعم نكون عم نشتغل معهم ملف حقوق الانسان، ملف عفوا ما حقوق اميه، وملف حقوق الطفل. اليوم عم نعلمهم شو حقوق الطفل، شو انت بحق لك، شو المفروض امتى تقول لا وعلى شو تقول لا، شو واجباتك وشو الحقوق يلي انت بحق لك تكون عم تطالب فيها. من جهه من جهه ثانيه عم نعمل تيست لنشوف هدول الاطفال العاملين مين يلي كان بالمدرسه ورجع وطلع من المدرسه بسبب تواجده بالشارع. عم نجرب الهدف الاول نرده على المدرسه للي بيقدر، نكون عم نسجله ونامن له كل شيء لنرجع نرده، لانه الاساس الطفل العامل هو تشيله من الشارع وترديه على المدرسه. يعني كان حق بالعلم هو ابدا الحقوق. يلي تخطى السن القانونيه ليكون بالمدرسه او عنده مشاكل بتمنعه من انه يكون بالمدرسه، عم نكون عم نجيبه على المركز لعنا بينعمل تيست عنا لنشوف مستواه العلمي. ان كان ما بيعرف ابدا يقرا ويكتب، عم نبلش معه محو اميه، ببلش بالبدايه يعرف يكتب اسمه، يعرف الاحرف الابجديه، يعرف يركب كلمه، هيدا من البديهي يكون يعرفهم. بالتوازي عم نكون عم نشتغل معه على معرفه لتوعيه على حقوقه، شو اللي هو بحق له حقوقه وواجباته. هيدي بالمرحله الاولى. المرحله الثانيه حتكون الشغل مع الاهل، لانه ما فيك تكوني عم تشتغلي مع ولد ساعتين بقلب المركز موجود كل وقته مع الاهل. عم نكون عم نتواصل مع الاهل، نتعرف عليهم، نعرفهم على الجمعيه وعلى مشروع الجمعية، ندعيهم لعنا على المركز لنخبرهم ابنكم شو عم بيعمل عنا بالمركز، ليه هو موجود، شو الحاجات لقلو، شو المساوئ يلي عم بيتعرض له والأخطار من وجوده بالشارع، لنجرب نتساعد نحن ولهن يكونوا عم بيساعدونا، عم بيأمنوا له الجو المناسب، لنتساعد نحن ويون لنأمن له قدر المستطاع لهذا الطفل يلي عنده نقص كبير بالحاجات وعنده نقص كبير عاطفي ونفسي وتنمو إذا بدك. في تجاوب من الأهل؟ عم بيكون في تجاوب، لو إنه تجاوب خجول خجول بس إنه بتبلش من مكان ما بتتوسع طبعا. طالما القرار موجود والنية موجودة ما في مشكلة. المرحلة الثالثة عم بتكون العمل مع أصحاب العمل، لأنه بالتوازي مع الأهل من هيدي المال، هيدا الولد موجود مع صاحب العمل، كمان عم نروح نتعرف عليه ونخبره عنا، وعم ندعي لعنا على المركز لنخبره يعني هيدا الطفل موجود معك، نعرف ليه موجود بالشارع. عم نتفق نحن وياه على نعمل توعية لمدى العنف يلي عم بتعرض له الطفل بسوق العمل، لنطلب من رب العمل يكون عم بيحميه بالدرجة الأولى، لأنه ما فينا لكل الأولاد نكون عم نطلعهم من سوق العمل، لأنه في حاجة كبيرة ما بتقدر أنت تغطيها، في حاجة مادية تكون عم تغطي كل شيء. نتساعد نحن وصاحب العمل لنجرب نحميه قدر المستطاع من الأخطار يلي ممكن يتعرض لها، هو ينتبه له، يعطينا إياه قدر الكافي، ويعرف مدى أهمية أنه الولد يكون عم بيتعلم ويكون عم بيعمل حقوقه. وين مركزكم؟ هلأ حاليا بباب التباني، هو المشروع مبتكر يعني، جبنا الولد على المركز عم نطلع منه هو شو بده، شو حاجته، وين النقص عم بيكون موجود. بالتوازي بالعمل مع المحو أمي ومحو الطفل عم بيكون في طبيب أطفال عم بيفتح فايل لكل ولد، وعم بيشوف عليهم طبيا ليشوف إذا بيعاني من أي مشكلة صحية نكون نحن عم ناخذها على عاتقنا ونتابعها. بذات الوقت عم بيكون في إخصائية نفسية عم بتتابع مع الأولاد، لأنه هيك نوع أولاد هو عندهم خصوصية معينة وعندهم مشاكل عم بتكون هي حتكون عم بتتابع معهم. بالتوازي عم بيكون في محامي خاص بهذا المشروع عم بيتابع الأوضاع القانونية اللي مع الأطفال، لأنه عم نتفاجأ أنه في نسبة كبيرة من الأطفال العاملين هن بدون هويات وبدون أوراق ثبوتية، هيدي بتمنعهم من الدخول للمدرسة إن كان لبنانيين ولا غير لبنانيين. عم نجرب من خلال الجهة القانونية أن نحن نسعى لهم نأمن لهم الأوراق الثبوتية أو نأمن لهم هوية، لأنه الحق بالهوية للطفل وللإنسان
قبل الطفل كمان نكون عم نأمن له إياها. هود العشر أطفال قدام نقدر نحن نعطيهم، قدام متأملين أنه نحن يكونوا نموذج يحتذى به بباقي لنطلع على غير مناطق، لأنه مشكلة الأطفال العميلين موجودة بكل المناطق اللبنانية. بكل لبنان أكيد أكيد. متأملين أنه بعد فترة رح يكون في تجاوب من المعنيين، متأملين بعد فترة أنه تكون الوزارات المعنية عم تتجاوب معنا بهالموضوع، عم تدخل الشريكة معنا لتكون عم تتحمل مسؤوليتها مع هذا الطفل. أكيد على مواقع التواصل الموجودين إذا حدا بده يتابعكم؟ أكيد نحن فيسبوك إنستغرام وتويتر نضال لأجل الإنسان، نضال لأجل الإنسان. نعم. فعنا رقم التليفون يلي هو 763-355-134 كمان جاهز لاستقبال كل الطلبات، أي نوع مساعدة، أي حدا بيحب يستفسر عن أي شيء. نعم. بيله علاقة بملف حقوق الإنسان والأطفال العاملين والسجون بالتحديد. أنا بدي أقول لك يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب دايما هيك همكم الكبير اللبناني الإنسان، ما رح أقول اللبناني رح أقول الإنسان يلي أبسط حقوقه مفروض أن يكون وصل له. شكرا لك ريما ويعطيكم ألف عافية. كتير لألكم مشاهدينا، بريك ومنكمل معكم.